الحسين بقلبه، ما مات من حب الحسين بقلبه، بل كان بعد الموت في الأحياء طوبى. نعم طوبى لمن عشق الحسين، وعمره وقف لخدمة سيد الشهداء. سيدي يا أبا عبد الله الحسين، شاء إله الكون أن يرفعك، شاء إله الكون أن يرفعك، فاختار في أفق القنا موضعك. يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا في الطف كنا معك، نذود عن جسمك رمي القداح. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس قمر بني هاشم، السلام عليك وعلى أختك الحوراء العقيلة جبل الصبر زينب سلام الله عليها، السلام على زوار الحسين، السلام على أنصار الحسين، السلام على خدام الحسين، خدام الحسين. نعم هذه الأيام المباركة وخدمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يمن تذرف على المظلوم عبره إليك يا صاح يوم الحشر، عبره تصيح الزهرة يا أبو حسين، عبره خدمنا بدنيته صبح ومسية، خدمنا بدنيته صبح ومسية. اللهم اجعلنا من خدام أبي عبد الله الحسين، اللهم اجعلنا من خدام زوار أبي عبد الله الحسين في هذه الأيام المباركة. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة العظيمة والفاجعة الأليمة، ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. من دواعي السرور حقيقة أيها الأحبة الكرام أن أكون في خدمتكم للسنة الثانية على التوالي، وهذا البرنامج المبارك برنامج خيمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حقيقة يجب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، ولسيدي ومولاي وولي نعمتي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين وبهذه الأيام المباركة أن يقضي حوائج المحتاجين. من خلال هذا البرنامج أحبائي المشاهدين نتيح لكم الفرصة في هذه الأيام المباركة وزيارة النيابة لجميع المتصلين الكرام الذين سوف يتصلون بنا بإذن الله تعالى على الأرقام الظاهرة على الشاشة. أول حلقة من البرنامج نبدأها بالعلم والعلماء، مدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إحنا من خلال هاي المدرسة أحباء المشاهدين حقيقة عرفنا عاشوراء وأهداف الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. رحبوا معي بسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ مصطفى معاش، حياكم الله سماح الشيخ وعظم الله أجوركم. الله يسلمكم إن شاء الله ويحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم السطن عندك مع الحسين اللهم وأصحاب الحسين الذين بذلوا مأجهم دون حسين عليه السلام. حياكم الله يحفظكم. كلمة عزاء في بداية البرنامج بهذه المناسبة العظيمة والأليمة. الله يحفظكم. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة إمام حسين وحلو أيام عاشوراء وأيام الحزن والبكاء، الأيام الذي نشهد القلوب كلها تتجه نحو كربلاء، نحو حرم إمام حسين، وهي حزينة. الآن العالم كله ينظر من الفضائيات، من شاشات التلفاز، من شاشات الموبايل، وهي توجع عيونها إلى كربلاء وترجو أن تكون في كربلاء وتعزي وتشارك في هذا في هذه الأيام التي تسمى أيام المصاب، ولكنها قد تكون أيام تجمع الناس أكثر في اتجاه الدين، في اتجاه البيت سلام الله عليهم. بارك الله بكم سماع الشيخ. إذن أذكر السادة المشاهدين بالأرقام الظاهرة على الشاشة، والهدف من الاتصال هو زيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في هذه الأيام المباركة وأجواء كربلاء المقدسة وأجواء زوار أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. سماحة الشيخ، أم البنين، وما أدراك ما أم البنين؟ هذه الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام خصصت للسيدة الطاهرة أم البنين سلام الله عليها، فهنيئا لخدام أبي عبد الله الحسين في هذه الليلة. اللي عنده حاجة، اللي عنده مشكلة، يطلب من الله سبحانه وتعالى
ببركة هذه السيدة العظيمة. ولو باختصار سماحة الشيخ نتطرق بالحديث إلى السيدة أم البنين سلام الله عليها. سلام الله عليها. أنا ممكن يعني ما أحب أتكلم في قضية حياة أم البنين لوجودها، بس أنا في النقطة اللي ممكن لعله كثير من الخطباء أو من المتكلمين ما تكلموا حولها. نعم. سبب خصوصية أم البنين سلام الله عليها. يعني الآن مثلا بعض الأخوة ممكن ينذر نذر بسيط، قراءة فاتحة صلوات لأم البنين تقضى حاجته. صحيح. ذكر أم البنين لحد اليوم وتأثر الناس بمصاب أم البنين تواجه إلى فد سبب خاص، إلى فد خصوصية خاصة لأم البنين. أهل البيت سلام الله عليهم لأئمة عندهم زوجات كثير. لماذا اختصت أم البنين بهذه الخاصية؟ سلام الله عليها. طبعا للكل زوجات الأئمة لهم خصوصية، ولكن أم البنين لها خصوصية خاصة أكثر من بقية. بل لعل أنت تذكر اسم أم البنين أمام أي أحد فورا قلبه يرق و يتوجه، وبس ذكر بأم البنين تشوفه أصلا غير شكل. يعني حتى إذا عندك حاجة اقسم عليه بأم البنين فورا يتأثر. هذه الخصوصية شنو السبب كانت؟ نعم. أكو عدة موارد طبعا، منها مثلا فرضوا ارتباطه بأمير من سلام الله عليه، منها خدمتها للإمام الحسين، منها وجود أربع أولاد إلها قدمتهم إلى فداء للإمام الحسين سلام الله عليه. ولكن أريد أن أذكر نقطة لعله ننتبه إلها جيد وهي مفيدة لنا. نعم. وهي قضية أدبها أمام الإمام الحسين سلام الله عليه. جميل جدا. يعني نلاحظ أنه كيف كانت تتكلم مع الإمام، كيف كانت يعني حتى من تذكر ولدي رفضت أن تدخل البيت حتى تغير اسمها إلى اسم لا يكون يجرح الإمام الحسين. أيضا قدمت أولادها وكانت تطلب من أولادها أنه لا تذكرون، تقول أخي، تقول سيدي، كون بدرجة مؤدبة أمام الإمام الحسين بحيث اللي لا يحس الإمام أنه يحس أنه أنت خادمة وليس أخوه. إلى آخر لحظة الإمام سمع من العباس سلام الله عليه أنه كلمة أخي آخر لحظة من حياة العباس سلام الله عليه. هذا الأدب، هذا الأدب القوي أمام الإمام رفع درجة أم البنين سلام الله. ولعله هذا درس إنه كل ما إحنا يكون أدبنا إمام الإمام سلام الله عليه كل الأمة وبالخصوص الإمام الحسين، أدبي عند الزيارة، أدبي عند التعامل، أدبي عند الخدمة، أقف أخدم الإمام الحسين، كيف يكون أدبي، كيف تعامل الناس، وأنا اسمي خادم الإمام الحسين. نعم. شوفوا أنا الآن اسم ارتبط باسم الإمام الحسين، هذا ارتباطي، كيف لازم أكون أنا أمام الناس ومعاملتي. جميل. سواء في المواكب لا بل في كل حياتي، الإنسان معروف بخدمة الإمام الحسين لازم يكون كالملائكة. أكو مثل لطيف يقول إنه إحنا في أيام محرم وأيام الأربعين لازم نتغير، بل حقيقة واقعا متغيرين. شوف ماكو عركات في أيام الأربعين، ماكو مصادمات، 20 مليون 30 مليون زائر، ما تحصل إلا يمكن حالة نادرة تشوف بعضهم، بل كل يفدي ويؤثر ويضحي في سبيل إنه يقدم خدمة للإمام الحسين ويذب ما يوجهه وكل ما يملك يقدم للإمام الحسين. هذا السبب شنو؟ هذا التغير منين إجا؟ هذا التغير اللي حولنا لكل أيام حياتنا 360 يوم و24 ساعة باليوم راح نشوف توفيقات مثل توفيقات أم البنين سلام الله عليها. سلام الله يعني. يعني إذا حولنا نفسنا إلى أدبنا بكامل أدبنا أمام الإمام أمام الناس باعتبار ارتباطنا باسم الإمام الحسين سلام الله عليه، راح نشوف صدف تغير في حياتنا وفي كل أصلاً تشوف أنت نفسك تتغير وتأثيرك على الآخرين أيضاً يتغير. سبحان الله. أيضاً السيدة أم البنين سلام الله عليها من خصالها الإيثار. أحسن. ضحت بأولادها من أجل الإمام الحسين عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وحتى الناعي بشر بن حذلم حينما أتى إلى المدينة ونعى الإمام الحسين قالت له سلام الله عليها أخبرني عن ولدي الحسين، قال لها عظم الله لك الأجر بأولادك الثلاثة. حينما سمعت اسم الحسين سلام الله عليه وأنه استشهد، الرواية تذكر أنه كان الفضل ابن أبي الفضل العباس على كتفها فسقط الفضل، فهذا أيضا يحسب للسيدة الطاهرة أم البنين سلام الله عليها. شوفوا يعني أنه كل تفكيرها في الإمام كان كل توجهها للإمام، أصلا لم تفكر في أولادها. نعم. بل حتى عندما الناعي ذكر الأسماء الأولاد واحد إلى العباس سلام الله، بحيث يعني كان توجهها كل الأم بحيث اللي كان ترفض أنه تسمع عن بقية أولاد. وهذا طبعا أثر بها بالنتيجة، أولادها. نعم. تسمع شهادتهم تتأثر، ولكنه كان توجهها كلها للإمام أنه كيف الإمام، ومع العلم أنه الناعي كان ينعى الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن هذه من كثر ما عشقها للإمام وتوجهها للإمام ومحبتها للإمام حولت أنه ما توجهت للنعي أصلا،
ولا نعي أولاده، بل ذابت وتريد تسمع مباشرة، والقصة مفصلة يعني. بس أكيد. أنا أقول إنه هذا الذوبان، نعم، هذا الأدب طمقام عالي لأم البنين سلام الله عليها. إذن سماحة الشيخ، حقيقة هذا يمكن يعطينا درس، أنه إذا عرفنا الحسين سلام الله عليه حق معرفة، أيضا سنخلد خدام الحسين سلام الله عليه. هواي من عندهم أنا ما أقدر ما أذكرهم حقيقة شيخنا، يعني دائما من واجبنا أنه نذكر خدمة أبي عبد الله الحسين الماضين، وخصوصا في كربلاء المقدسة المرحوم حمزة الزغير رحمة الله عليه، الشيخ كاظم منظور الكربلائي، الشيخ هادي الكربلائي اللي كان في مثل هالليالي هذه يشنف الأسماع في حرم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا عرفوا الإمام الحسين حق معرفة فتخلده. وعندنا اتصال بس الصوت مو واضح يا شباب. علي ناصر من المدينة، من البصرة، البصرة الولائية. السلام عليكم ورحمة الله عزيزي. أخ علي السلام عليكم. عزيزي علي إذا تسمعني. الو السلام عليكم عزيزي علي، عظم الله اجوركم. سلام الله والله اجرك الله، حياك الله يا عزيزي، اهلا ومرحبا. طيب انا مشاركه جاي من الطالع، يعني ما رد من حد يعني. خادم ونشرف مشاركتك، انت اول مشارك ويانا ان شاء الله في هذا الموسم. الله يوفقك، بارك الله بك يا عزيزي. نعم يا علي. وياك وياك، بس خلينا نعلن. تفضل يا عزيزي، تفضل، انت على الهواء مباشرة. اه على الهواء؟ نعم على الهواء يا عزيزي علي، نعم. اه رحم الله عليك. شاري انا بالمحل مالي. نعم. بالمحل جاي يصير عندي مشاكل هواي، جاي بوق وهاي. سويت سجلاتي غريمات كلهم ضميتهم. الو؟ نعم عزيزي، نعم اسمعك. سجلاتي غريمات كلهم ضميتهم، تحت مين ضميتهم كلهم؟ نعم. وهسه ما جاي يطلب الدين كلها، جاي يرجعها، وجاي التمرات طفيتهم، وجاي يصير عندي بوك كلش قوي. نعم. فقمت اقص عليهم صور وجاي احفظهم بالتليفون. نعم. ايشيني جايينكم الصور لو لا؟ حبيبي حبيبي بارك الله بك، البرنامج برنامج عزاء لسيد الشهداء الامام الحسين عليه افضل الصلاه واسك السلام. بارك الله بك وجزاك الله خير الجزاء، احسنت يا علي، ممنونين. طبعا الاخ علي بارك الله بك، عندنا برنامج فقهي فيصور أنه أيضاً برنامجنا فقهي، ولكن هذه الأيام عزاءً لسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نقيم هذا البرنامج، برنامج خيمة الإمام الحسين، ونتيح الفرصة للسادة المشاهدين الاتصال بالبرنامج وزيارة النيابة في هذه الأيام المباركة، زيارة حرم مولاي أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. سماح الشيخ حياكم الله مرة ثانية، الله يبارك بكم ويرعاكم. مثل ما ذكرت في بداية الحلقة سماحة الشيخ، النص من زيارة عاشوراء، هذه الزيارة المعروفة لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وثبت لي قدم صدق، قدم صدق مع الحسين سلام الله عليه. حقيقة هذه كلمة إذا أنا شوي نركز عليها يعني ندقق فيها وإلها معاني كثيرة. الذين صحبوا الإمام الحسين من المدينة من مكة، الذين وصلوا إلى كربلاء، ما بين رواية 1500 إلى 3000. كم واحد بقى مع الإمام يوم عاشوراء؟ 100 واحد، مع ما بين أصحابه وأهل بيته الهاشميين، مو أكثر من هذا. 3000 إلى 100 واحد يعني ما ثبتوا. نعم. إحنا نحتاجين هذا الدعاء، هواي مهم جدا نركز عليه، نحتاج إلى تثبيت قدم الصدق مع الإمام الحسين. سلام الله. كثير من الأشخاص عملوا مع الإمام الحسين في خدمة الإمام الحسين، ولكنه بسبب بعض الزلات الدنيوية وتوجه المسائل الدنيوية انحرفوا إلى طريق آخر. سبحان الله. ليش نقول إنه لازم قدم الصدق يخدم طول عمره، ولكنه بشبهة معينة بدون ما يسأل بدون ما يحقق، هذا الشبهة تأثر عليه وشوفه يتغير ويروح. وعكس آخرين، آخرين حياته كلها قضاها في مكان لعله غير مناسب، ولكن الله سبحانه وتعالى في آخر حياته يهديه سببه في حياته الشيء مسوي فشي زين. مثلا كان بار بوالديه، ممكن يكون فاسد في حياته، طبعا غير اللي يأكل أموال الناس، لا ممكن طريق غير مستقيم أو يشرب الخمر خلنا نفرض. نعم. ولكن عنده عمل زين في حياته. عندنا قصة في تاريخ تنقل لأحد الأشخاص الذي انهدى للطريقة الصحية وكان غني جدا، أنا ما أدخل في التفاصيل، ولكن بسبب احترامه لقصيصة من القرآن كان واقع على الأرض
شالها نظفها وضعها على مكان محترم وراح. هذا كان سبب انه الله سبحانه في اخر حياته هداء للطريق الصحيح سبحان الله. وتصدق بكل ماله في طريق اهل البيت وتاب. فكثير من الاشخاص الذين احنا نقول من الجانبين يثبت قدم عنده انه عنده فد عمل مسوي بحياته ويطلب من اهل البيت سلام الله انه يثبتوه ويكون دقيق جدا في تعامله مثلا في خدمته. نعم. اي تكبر اي اهانه لزوار الامام حسين او خدام الامام حسين اي مساله تكون فيها انانيه لنفسي كلمتي تمشي وكلمتك ما تمشي اتعارك لاجل فد شيء تافه واسبب انه هذا المأتم او هذا المجلس او هذا المأتم تخرب هذا راح يسلبني التوفيق وما يكون عندي قدم صدق مع الامام حسين. اما لو ضحيت ولو كنت على حق في سبيل الامام حسين هذا تثبيت قدم صدق عندي مع الامام حسين ما شاء الله. في سبيل الامام حسين اضحي وهذا يكون سبب. ولهذا اكو اشخاص كثيرين الذين خدموا الامام حسين وكان ممكن عنده بعض الشغلات ولكن ايام عاشوراء كان يتفرغ الامام حسين بصدق يتفرغ. انا اعرف بعض الاشخاص حقيقه كان يبدي روحه يعتزل عن اهله بالكامل ماله جهده وقته يذهب الامام حسين بحيث اللي بعد عشرة عاشوراء يمكن فت شهر هذا واقع من المرض حيله رايح بعد سبحان الله. هذا اخر حياته ينهدي الى الطريق الصحيح ويتوب واذا عنده حق الناس يرجع كل حقوق. صدقوني شخص انا اعرفه سافر الى بعض دول الدنيا انه واحد في دوله معينه يطلبه راح له هناك انطى حقه وهذا اخر حياته كان عاقبته بخير وتاب سبحان الله ولا طريق. هذا قدم الصدق مع الامام الحسين صحيح. لن نكون احنا نسوي شيء انه هذا التثبيت مالتنا رجلنا تتزلزل وننحرف عن طريق الحسين بل ومن طرق اللي نثبت قدم صدقنا معاملتنا مع الناس أدبنا مع الإمام الحسين ذكرنا قبل شوية نعم. معاملتنا مع الزوار أداء حقوق الناس بر الوالدين هذه كل الأمور تثبت قدم صدق حقيقة مع الإمام الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليك يا أبو عبد الله أحسنتم سماع الشيخ. نسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين أن نكون مع الحسين سلام. في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى ويثبت قدمنا أي والله. قدم صدق حقيقة. أكو في نقطة بعض لعله علماء يعني ما تتصور أشخاص عاديين نعم ممكن أيضا ينحرف يعني ممكن أشخاص يعني يتوجه إلى قدم يزل قدمه وهذا مع الحسين سلام الله. إذا ثبت مع الإمام حسين ما يزل أما إذا شوي ينحرف عن طريق الإمام حسين هذا مع الأسف راح ينحرف. وندعو إن شاء الله نحن ولكل المشاهدين وكل خدام الإمام الحسين وكل زوار حسين جميعا إن شاء الله يكون عندهم قدم صدق مع الإمام حسين ويثبتون ويكون نوع من النموذج الرائع من خدمة وزوار الإمام حسين إن شاء الله. اللهم آمين. أحسنتم سماحة الشيخ بارك الله بكم. أذكر السادة المشاهدين بالأرقام الظاهرة على الشاشة لغرض الاتصال ببرنامج خيمة الإمام الحسين والهدف هو زيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إن شاء الله بعد أن ينتهي البرنامج أذهب وأتشرف بزيارة المولى أبي عبد الله الحسين وأقرأ أسماء المتصلين اللي راح يتصلون إن شاء الله في هذه الحلقة في برنامج خيمة الإمام الحسين وأزور عنهم زيارة النيابة وأرمي الأسماء داخل الشباك المبارك لحرم مولاي أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. سماحة الشيخ ذكرته حسن العاقبة هواي. نعم عندنا اتصال ناخذ الاتصال إن شاء الله ونواصل الحديث من الأخ حمزة. السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم أستاذ. حياك الله يا حبيبي عظم الله أجوركم. واجبنا واجبكم إن شاء الله بصاب الحسين. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله بارك الله بيكم يا حبيبي حمزة. أسلم على حضرة الشيخ وعلى جنابك الكريم. عليكم السلام ورحمة الله بارك الله بيكم. الله وبركاته. الله يبارك بيك ويحفظك وهاي أيام عظيمة هذا الشهر كريم وعظيم إن شاء الله. أي والله. أي والله. بارك الله بك الله يحفظك استاذ ويستر عليك ان شاء الله. خادم انا خادم يا نور عيني. الله يبارك فيك استغفر الله العظيم خليتك استاذ. انا عندي مناشده يا حضرتك مو موضوعك هذا تأمرني. الله يبارك فيك ويحفظك. انا حالتي تعبانه وقاعد بحواسي بغرفه. نعم وارد من الله من عندكم تساعدوني يعني وصاحب جالي ومره وحالتي كلش تعبانه. بارك الله بك بارك الله بك بارك الله بك خدام أيوة. لكم يا عزيزي ان شاء الله تأمرني امر وما راح انساك بالدعاء يم حرم المولى أبي عبد الله الحسين. هذه أكبر مساعدة أنه واحد يدعي لك في حرم المولى أبي عبد الله الحسين أنه يرزقك بجاه الحسين. والشيخ أيضا راح يفيدك إن شاء الله
يعطيك فالدعاء للرزق ان شاء الله تعالى في هذه الايام المباركه. الله يبارك فيك ويحفظك. خادم تؤمرني. الله يبارك فيك ويحفظك. خادم خادم يا اخي ماشي. حمزه بارك الله بك. شكرا جزيلا يا عزيزي حمزه، واسمك مسجل ان شاء الله في زياره النيابه لحرم المولى ابي عبد الله الحسين في هذه الايام المباركه. شيخنا لا تنسونهم بالدعاء ان شاء الله. حتما انا اذكر الخدام الحسين زين حسين ولكل العراق ولكل المسلمين ولكل الشيعة انه الله يفرج ويرزق الجميع ويستر الجميع ويفرج عن الجميع ويقضي حاجات الجميع ان شاء الله. يا الله اللهم امين. الله. نرجع الى موضوعنا سماحه الشيخ. لا. انه الكثير والكثير في هذه الايام خصوصا ايام الحسين ايام عاشوراء يجون ويتكلمون كلام غير لائق، انا اسميه غير لائق، ما اريد اتطرق الى الفاظ اخرى حقيقه لانه اتشرف اني حسيني حقيقه وما اتطرق الى الالفاظ النابيه. ينتقدون انه هذا ابو التكيه ابو الموكب ابو الحسينيه جاي يبذر بالاكل، جاي هو يصرف وما ادري مواضيع اخرى، الفقراء اولى. فشنو ردكم سماحة الشيخ على مثل هذا الكلام؟ لو واحد سوى دعوه في بيته وعزم 50 نفر عاده يجيب 70 80 نفر يخلي قدامه، مع انه 50 نفر راح يجي. نعم. ليش يجيب زايد؟ حتى يكفي ويزود، والباقي تبذير؟ لا ماكو تبذير. الآن المواكب الحسينية تتقدم خدمة للزوار، أولاً من الزائر؟ هذا اللي ما عنده، مسافر من خارج البلد، ده تعطيه أكل، يعني ما عنده مكان يأكل. هذا الشخص اللي بعضهم جايين مشات قاعد تعطيه أكل، هذا ما عنده ده ساعده. الخدمات المبيت، زين أنت ليش تفرض إنه كل الجايين يأكلون هذول أغنياء؟ ليش ما تقول إنه محتاجين؟ ممكن اكو بعض الحالات السلبيه، بعض الحالات السلبيه اللي تجيب ان يعني تعالج، انه طريقه انه جمع الاكل. الان احنا كثير من الاخوه انه من يخلصون الاكل يخلون يجمعون الاكل النظيف، ممكن هذا الاكل يودوا الى العوائل الفقيره بعد ما يترتب في صحون جيده نظيفه مرتبه، وكذلك ممكن يعطى الى بعض الاكل اللي ممكن ما يعطى الى الناس، يعني لا يؤكل، يعطى الى الحيوانات. هذا ليش ما يذب الزبالة، يعطى يذب في البحر للأسماك؟ ليش إحنا دائما نشوف القضية من جانب واحد؟ ليش منجب إنه نشوف أكو جوانب هواي إيجابية؟ نادرا نادرا ما تشوف اللي الأكل يكون إلى بيئة إسراف. بعدين الكرم أهل البيت سلام الله عليه واسع للكل. ليش أنا بالبيت من أسوي دعوة أنطي أزيد من لازم وأدعو وأخلي بالصفرة 10 أشكال؟ عادة هذا الضيف يشبع من شكل واحد أو شكلين. أنا خال من الاكل في 3-4 اشكال، من اللحوم في 3-4 اشكال، من الحلويات 3-4 اشكال، وعاده نصف الاكل يزود. هذا ما بي مشكله، اروح الى المطعم اكل اطلب اكثر من حاجتي. انا نعم. شايف صحيح. بالذات في المكانات اللي اسمها بوفيه مفتوح، نعم، ياخذ صحن يترس اكل وربع الصحن ياكله. سبحان الله، ما حد ما قال عليه تبذير هذا، ولكن عندما يصل الى مساله امام حسين يصير كله تبذير. طيب هذا تبذير، ليش هذا مو تبذير وهذا تبذير؟ وعادة أنا ما أشوف اللي يصير في مجالس، أكو حالات شاذة ما أقول ماكو، ويجب أن تعالج. نعم. يجمع الأكل ويترتب إن شاء الله. نعم، عندنا اتصال سماحة الشيخ، عذرا للمقاطعة، ونرجع إلى خدمتكم. الأخت نور الأسدي من بغداد، السلام عليكم، عظم الله أجوركم أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أختي. جزاكم الله بالخير والعافية. الله بالخير والكرامة يا أختي. حياكم الله. سيدي مولاي صاحب العصر والزمان وعزي محمد وآل محمد. اللهم صل. فاجعة كربلاء، فاجعة الحسين، فاجعة أبو الفضل العباس، فاجعة السيدة زينب عليها السلام، وعزي تاجر قناة المهدي، وأقول يا ربي اجعلنا وإياكم من المعزين لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسنتم يا أخوي، طيب الله أنفاسك. نور الأسد. بارك الله بيك يا أخوي، شرفينا. تسلم لي، وانا صديقة البرنامج صار لي سنوات وياكم ان شاء الله، واتشرف بكم يا خدام الامام الحسين. الله يسلمك يا اخوي، بارك الله بيك. شكرا لاتصالك. طبعا في الايام الاربعة اللي فاتت كنا ننتظركم ونقول شو سيطلعون وماكو، ان شاء الله اليوم نواصلونا للبرنامج ان شاء الله. خدام لكم يا اخوي، خدام لكم، وشرفونا متابعتكم. يا رب يحفظك، واطلب دعواتكم للوالدين جدا تعبانه ومريضه. الله يمن عليها بالصحه والعافيه بجاه هذه الايام المباركه، الله يمن عليها بالصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله مشارك. تفضلوا. اقول ايها الزائر قبر ابن الرسول
فزت والله وأرضيت البتول وبيوم الحشر نلت الجزاء من علي المرتضى صاحب البتول. الله أقول عذرا إذا انقطع الكلام فالروح يقتلها الحنين جميل وأنا المقيد بالهوى والحب قيد لا يلين هيهات أنسى كربلا وأنا في ذكراها سجين فأظل عند كربلا وأظل أفتح يا حسين يا حسين يا حسين, يا حسين. أقول إجا سهر المصاب ولوعة الروح والحزن بي يعلن كل تفاصيله من عاصمة تحسين يعرف الجاي فبآل النبي وطفالة وميلة ماخذ قراره ونهض أبو السجاد مستعد يحطم الباطل بكل تماثيله اتخذ قرآن الله قسوة من السماء وعن جهاد الله جبريل حاسيله وعن جهاد الله جبريل حاسيله. الله أحسنت يا أخوي. طيب الله أنفاسك يا رب يحفظكم وأشكركم لهذا البرنامج إن شاء الله تبقون تخدمون خدام أهل البيت إن شاء الله. بارك الله بيك يا أخوي. طيب الله أنفاسك حياتي يكون مع السلامة. شكرا جزيلا ومع السلامة. بارك الله بيكم حقيقة متفضلين علينا الأخت نور الأسدية والأخوات الباقيات. أسأل الله بكرامة الحسين بكرامة أبو السجاد مثل ما نقول أنه يستر عليك إن شاء الله بستر الحوراء زينب سلام الله عليها إن شاء الله تعالى. نعم سماحة الشيخ بارك الله بيكم. بس نقطة واحدة أضيفها. نعم. لآخر كلام بالنسبة. نعم. للطعام اللي صار حول كلام إسراف. أنتوا لاحظوا في الشهرين محرم وصفر ماكو جاع بالشارع. نعم. بل حتى هاي بركات المواكب والإطعام اللي يصير جاع ماكو. بل حتى اللي ما عنده مكان يبات به هاي الخيام اللي تنصب والمكانات المضايف اللي تنصب شوف ماكو واحد يبات بالشارع كلها مكانات مرتبة. هذه كلها مبركات الإمام الحسين. أنا بالبعض المواكب أعرفها في شهر رمضان تخصص إطعامها وتطبخ للفقراء وتأخذ الأكل وتوزعه. صحيح. في الأحياء الفقيرة وفي المكانات الفقيرة هاي كلها مبركات المواكب وماكو تبذير. أكو حالات نادرة بس تبذير ماكو وهذه كلها مبركات إطعام في طريق الإمام حسين. بارك الله بكم سماحة الشيخ. وأيضا كلامنا للبعيد إحنا نقول هذا البعيد حقيقة أنتش مدريك أنه أنا أبو الموكب أو أبو الحسينية على طول السنة ما عندي مساعدات للفقراء يعني لازم أجي أدق إعلان أنه أنا أساعد الفقراء صح لو لا شيخنا العزيز. بل أكثر الناس اللي ساعد الفقراء هم هذول أصحاب المواكب. أي والله صحيح. الآن المكانات اللي يصير بها حملات لمساعدة الفقراء أكثر اللي تتحرك إما تتحرك بشكل فردي كفرد هو أما في ضمن الموكب أو موكب كامل. شوفوا أنا ما يحتاج أشيل قطعة أقول أنا موكب حسيني من تحركني دوافع الإنسانية لمساعدة فقير لرفع النكبة عن أحد ما يحتاج أقول أنا حسيني وأنا ألطم وأنا هذا تصرفي. شوفوا من الجزء اللي يحرك فينا الإمام الحسين هي العبرة هاي العاطفة اللي موجودة عندنا هاي العاطفة تحرك الإنسان اللي تخلي عنده عاطفة وروح خفيفة بحيث أي موقف إنساني يتأثر به. نعم. أما هذا اللي قلبه قاسي وما يبكي على الإمام الحسين شوفه قلبه قاسي حتى فقير ما يساعد. راح نجي إلى موضوع عبرة وعبرة سماحة الشيخ طبعا أقاطعكم عفوا بس أذكر السادة المشاهدين بالأرقام الظاهرة على الشاشة وزيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين وأيضا الأخوة ذكروني أنا كنت ناسي أعتذر أيضا زيارة السيدة عزيزة الحسين السيدة رقية سلام الله عليها. طبعا أخونا وعزيزنا موفدنا إلى سوريا الأخ محمد أبو معاش الله يبارك به ويرعاه ما مقصر هناك في خدمة السيدة زينب وخدمة زوار السيدة زينب وأيضا راح يكون إن شاء الله في خدمتكم من خلال زيارة النيابة لحرم السيدة رقية يعني زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وزيارة السيدة رقية في هذه الأيام المباركة فهنيئا لكم حقيقة هنيئا لكم هنيئا اللي يتصل بالبرنامج على مود نكون في خدمته طيلة هذه الأيام المباركة. عذرا للمقاطعة سماحة الشيخ الله يحفظكم ويرعاكم والكلام يجر الكلام يعني إحنا كان كلامنا حول إطعام فصار حول تفضلوا عبرة وعبرة الكثير ممن يتهم الشيعة أنه ذولي بس يبتون على الحسين خلينا نحكيها بالشعبية شيخنا أنه ما يطبقون أفعال الحسين واللي راد الحسين سلام الله عليه فشنو ردكم؟ يعني شوفوا هو كلام قضية العبرة والعبرة الآن قلت أنه البكاء الإمام حسين يحرك العاطفة وعادة القلوب الرقيقة تبكي أما تشوف بعض الأشخاص يحضر مجالس الإمام حسين ما يبكي قلبه. نعم. قاسي
قلبه خفيف، فما يتأثر بالموقف الإنساني. عادة الإنسان الذي قلبه رقيق ويبكي للإمام حسين هذا يتأثر بالمواقف الإنسانية، وتشوفه يبادر المساعدة ومساعدة فقراء وإغاثة الملهوف وهكذا. أما بالنسبة إلى موضوع العبرة، أن حقيقة كثير من مواقف الإمام حسين هي عبرة، أنه وكل موقف من حياة حسين من ولادتي إلى شهادتي، بل في كل في يوم عاشوراء من أول موقف الآخر بعبرة. راح أقول فد موقف لطيف، وهذا يذكر قليل، أنا ذاكر كم مرة سابقا، بس أحب أنه هاي الإفادة العامة. في مواجهة الإمام حسين في يوم عاشوراء حمل عليه أحد الأعداء وأراد أن يضرب الإمام حسين. الإمام حسين بشجاعته وقوته ضربه بضربة واحد أسقطه على الأرض. نعم. عادة إما يجز عليه ويقتله، إما أنه يتركه، ماكو غير هالحل. شنو سوى الإمام حسين في هذا الموقف؟ شنو ممكن تتصوره؟ إجا إلى الإمام حسين قال له: هل عينك تحتاج حاجة؟ سبحان هذا تعبيري طبعا، ألك حاجة؟ هذا النص. طيب أخي، هذا عدوك رادي قتلك، لكن أخلاق الإمام حسين العالية جدا اللي هي العبرة نقوله، لم يهجز عليه، قال: إيه عندي حاجة، شو تريد؟ قال: لدي قومي خليجون يشيلوني. الإمام حسين نادى على قومه: تعال شيلوا. هذا الموقف الإنساني اللي هو عبرة، إنه هذا لعله إذا سوى استقصاء ممكن إلى مواقف الشيعة في العالم. نعم، هي مواقف إنسانية كثيرة في كل العالم. أكثر الناس يبادرون ويساعدون الناس هم الشيعة، طبعا المسلمين بصورة عامة أيضا، ولكن أخص كلامي إنه الشيعة لهم، وهذا متعلمون من الإمام حسين، هاي العبرة اللي من الإمام حسين ماخذيها. الإمام حسين منطينا جدا مواقف كثيرة، والناس كثيرة متأثرة بمواقف الإمام حسين. هاي الآن نلاحظه في أيام عاشوراء وأيام الأربعين، ما يحتاج نقول التلفزيون ينقل، الناس تحول إلى ملائكة. صحيح. والخدمة والإيثار والوفاء، يعني هذا الشيخ عشيرة يجي يدلك قدم الزوار. سبحان الله. هذا الإيثار ما تحصله في وقت آخر. زين، ما يتعشى يطلع عشاء للزوار، ما تحصل في مكان. هذا كله احنا متعلمين من الإمام الحسين سلام الله، يعني احنا ماخذين من الإمام الحسين. ولكن هذا الطرف يريد بس ياخذ عليك اشكال، ما يدري هو، تعال باحثني ما يخالف، تعال ناقشني بطريقة علمية، وانا مستعد اناقشك واجاوبك، اجيب لك امثلة علمية شرعية قانونية، شو تريد واثبت لك. اما تجي تتكلم بالخلف او مواقع التواصل وتجي يعني اسمه ما عندك تقدر تناقشني طبيعي. أحسنتم. نوقف عند هذه النقطة سماحة الشيخ، ناخذ اتصال إن شاء الله وأرجع لحضرتكم. اتصال هاتفي من الأخ أحمد من إيران. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله شيخنا، شلونكم؟ حياك الله. دورنا وعندنا حاجة ومريض. خادم تأمرني يا أخ أحمد، تأمرني أمر. قضى الله حوائجكم. إحنا من عبادان، أحمد حميد وحمزة طهران، أريد الدعاء وزيارة هناك شيخنا. عيني انت. خادم تأمرني أمر إن شاء الله. سماح الشيخ مين يسمعكم ما راح ينساكم من الدعاء والزيارة إن شاء الله. تحت قبة الإمام حسين ندعو لكم إن شاء الله. إحنا والعائلة قاعدين هالاستعدال، التلفزيون مالكم الشاشة، وننتظركم تزورونا هناك. شرفونا متابعتكم إن شاء الله. باكر بداية الحلقة راح نذكر أسماءكم. راح نطلع تقرير إن شاء الله لحرم المولى أبي عبد الله الحسين، وأسماءكم إن شاء الله راح تذكر في زيارة النيابة، وأدعو لكم والشيخهم راح يدعو لكم ان شاء الله جو القبه الشريفه ان شاء الله. الله يرحم والديك، رحم الله والديك. وحمزه هم مريض قلبه، يا اريدك لا تنسى من الدعاء. حمزه طهران بغلاني، الله يمن عليه بالصحه والعافيه، شفاء الله وعافاه يا الله، يا الله يا الله، شفاء العاجل ان شاء الله. بارك الله بك يا نور عيني، ممنون، شكرا لك يا اخ احمد. حقيقه سماحه الشيخ، الناس وشيعة المولى امير المؤمنين في هذه الايام عيونهم على ابو السجاد سلام الله عليه. سلام الله عليك. يعني ندخل الى حرم الامام الحسين، انا اليوم كنت في خدمه مولاي ابي عبد الله الحسين، وانا مذنب وما عندي اللياقه انه اجي الى كربلاء وادخل الى حرم مولاي ابي عبد الله الحسين، ولكن كلمه واحده قلت للحسين حقيقه سماحه الشيخ يجب ان اذكرها. انتم ذكرتوا انه هم رحمه الله الواسعه، فقلت له: سيدي ابا عبد الله، يا رحمه الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سلام الله عليه، فلا تنسون شيعة أمير المؤمنين سماحة الشيخ. هواي فرج الله عنهم، قضى الله حوائجهم جميعا إن شاء الله. أي والله، سواء اللي اتصلوا والذين أو ما اتصلوا، أيضا إن شاء الله نذكرهم ونزور عنهم إن شاء الله، ونذكرهم تحت القبة. والدعاء الأكبر سماحة الشيخ في هذه الأيام المباركة، والله من قلب ولسان جاي أحكيها، أنه الفرج إن شاء الله
لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. اجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه. أي والله هذا هدفنا إحنا. هذا هدفنا وهذا أملنا اللي منتظرينه. الأمل اللي عايشين عليه يوميا الصبح من نقعد. يعني أملنا هو صاحب الزمان سلام الله عليه. المظلومية اللي جاي يصير على شيعة المولى أمير المؤمنين. أملهم هو ظهور مولانا صاحب العصر والزمان. بس أحب في النقطة هذه تفضلت بها ذكر الإمام الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف. يا صاحب السلام. لعله إحنا ممكن الإمامنا الموجود العايش اللي ويانا عايش هو الإمام الحجة عز الله فرجه. سلام الله. إحنا ناسين الإمام سلام الله عليه. بلي عندنا أعمال، عندنا أدعية، عندنا صلوات، ولكن إمامك الموجود يمك. زين أنا عندي حاجات، خلنا نفرض إحنا حاجاتنا الدنيوية أو حاجاتنا الأخروية، إمامي موجود يمي، موجود عندي أنا، لكن ناسي. كثير من المرات إحنا سامعين قصص اللي يضيعون بالطريق يتيهون، بمجرد ما يذكر الإمام الحجة عز الله فرجه، بمجرد ما يذكره يا صاحب الزمان فوراً إمام يجي وينقذه. كثير حالات صارت، كثير مسائل صارت. زين إحنا مشكلتنا إنه ما متوجهين للإمام سلام الله عليه. صحيح. وعجل الله فرجه، دعانا له بالفرج، دعانا له بالحفظ، ذكره الدائم. بل أنا أذكر فتشيل الأخوة المشاهدين هذا جيد يخلوه في بالهم، اطلبوا من الإمام أن يدعو لكم. يا الله. الإمام موجود وعايش وبيناتنا. يا الله. إذا دعانا كيف يصير؟ إمامنا وهو الذي يرعانا، هو مسؤول عنا، هو متكفل بينا، بس إحنا بعيدين عنه. إحنا أصلا من ذكر الإمام سلام الله عليه؟ ولو ذكرناه بكثير من قضايا، بالصدقة، بالدعاء، بالكلام، بالذكر، في كل شيء، في كل قضية. مثلا أنا أتصدق في أول الشهر، شنو ما أنا أيضا أتصدق باستمام الحجة أيضا لحفظي ولتعجيل فرجي. كذلك أذبح، بفرض خلنا نفرض أنها أقل شيء، أقل شيء دجاجة، خلي أذبح واحدة لحفظ الإمام الحجة. أذكر الإمام في كل صلاتي وفي كل دعائي. صدقوني شوفوا البركات غير شكل يصير. ما شاء الله. احنا بعيدين عن الامام، الامام قريب من عندنا بس احنا بعيدين. بس خلي شوي نتقرب. موجوده هذه الروايه، عبدي لو تقرب مني خطوه انا اتقرب منك خطوات. الله. بس انا ما اذكر تفاصيل الاسماء. احنا بعيدين عن الامام، خلي نتقرب على الامام خطوه، شوف الامام شلون يتقرب لنا. بس احنا ناسين الامام عجل الله فرجه. ان شاء الله هذا لعله تذكير لي لنفسي، انا اكون تذكير لنفسي انه من ننسى الامام سلام الله ونذكره في كل وقت، ونكون كأنه عايش موجود بينا. من القضايا المهمة أيضا النساء، الإمام موجود يمي، أنتبه أنتبه أنا الإمام يمي يشوفني، تصرفي عملي كيف يكون، هذا هواي مهم جدا. أخلاقي إذا رعيت هذا الشيء راح أشوف أصلا غير شيء غير طبيعي. بارك الله بكم. نرجع إلى الموضوع سماح الشيخ بعد أن ناخذ تفضل. اتصال إن شاء الله معذرة نقاطعكم. الأخت غفران من نجف الأشرف، سلام عليكم. أختي غفران سلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخت غفران حياكم الله. ألو. حياكم الله أختي، إذا ترفعي لي صوتك بارك الله بيك. ألو. ياك أخويا. عظم الله أجوركم. أجور. بارك الله بيكم. أنتم على الهواء مباشرة أختي. ألو. تفضلوا أخويا، تفضلوا بالعزاء لمولانا صاحب العصر والزمان في هذه الأيام. ألو. أتمنى من الشيخ يدعي لي قلب الذرية تحت قبة الإمام الحسين. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. قضى الله حوائجكم إن شاء الله كلها إن شاء الله بجاه الإمام الحسين إن شاء الله تعالى. يا أبا عبد الله. بارك الله بكم يا أخويا، ممنونين وشكرا جزيلا لكم. وأيضا اسمكم مسجل في زيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين في هذه الأيام المباركة. وأنتم همين لا تنسونا بالدعاء في حرم المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. شيخنا العزيز دقيقتين عندي للختام باختصار سماحة الشيخ، الله يبارك بكم ويرعاكم إن شاء الله. الشعائر الحسينية وأهمية الشعائر الحسينية في المذهب الشيعي، والكثير ممن نسمع حقيقة هناك بعض الشعائر ينتقدونها، فشنو ردكم؟ المهم انه يفهم بعض الاخوه انه هذا الشعار تقربنا الى الله اكثر، هذا الشعار تقربنا الى اهل البيت اكثر. يعني انتم لاحظوا الناس يصير التزامها الديني في ايام المناسبات وايام عاشوراء وايام 40 اكثر، حتى اللي يصلي. انا اعرف اشخاص كثيرين ما كان يصلي بسبب زياره الأربعين، وجه زياره الأربعين وزار وتوفق وصار صلاته صحيحه وقام يصلي دائما. يعني هذه
بركات الشعائر. أما بالنسبة للشعائر بصورة عامة، بعض الشعائر ممكن أنا ما استزيغه، مو دليل إنه أنا ما استزيغه هذا معناته إنه شعيرة مو صحيحة، ما مو دليل إلها. إذا الشعيرة ما بيها دليل شرعي ينفيها، والعمى ما تتحللها ماكو ما نعملها. أكو بعض التجاوزات مو دليل على تحريم، أكو بعض الشغلات هذه مو دليل، إن أنا عقلي مقلبة، أنا عقلي ممنهج على طريقة خاصة، مربى طريق خاص، التلفزيون مأثر بي، الفضائيات مأثرة بي، المدرسة مأثرة بي، بس هذا مو دليل على حرمة هذه الشعيرة. ممكن أنا ما أفهم هذا الموضوع. عندنا في الموضوع مهم إنه الآن شعائر موجودة في كربلاء، مثل التكيات، مثل الزنجيل، مثل هذه به فلسفة، مثل مشعل. بعض الناس يسألون شنو هذا الشيخنا هذا المشعل، أوقف أوضح له المسألة شنو الفكرة مالته، يفهم فورا. بس أنت اسأل، تعالوا اسألوا، إحنا نقول لكم شنو معناته، شنو فلسفته. الآن مجال ماكو، يعني ولا يكون مجال كل شعيرة أقول لكم شنو فلسفته، شنو معناته، وشنو تؤدي، وشنو فائدته، بالدليل العقلي والدليل الشرعي والدليل العرفي والدليل الطبي. يعني حتى أتوسع حتى في دليل الطبي، إنه ممكن إنه هذا الشعائر مفيدة إنه، بس إحنا مو شرط نفهمها. ممكن ما مارسها، لا تمارسها، بس لا تفرض رأيك إنه تجي بعقلك الخاص، مع احترامي إليك، إنه تصور بهذا عقلك الخاص إنه هذا شيء مو صحيح. لا، تعال ناقش، تعال وضح فكرتك، مو تجلس وراء الكيبورد وتجي ماكو واحد وراك أو اللي أشخاص اللي فورا يأيدوك. لا، تعال ناقش، إحنا موجودين في أي وقت، أي واحد يحب مستعدين. أنا مرات أتعطل بالليل أيام المناسبات، 3 بالليل 4 بالليل، أوقف ناس بالشارع وقفة طويلة في سبيل إنه نوضح الأفكار لهم، نناقش، مو بس حتى القضايا العقائدية، قضايا الشعارية. تعالوا اسألوا، لا تخلون شغلة اسألوا بيها وتعرفون كل المعاني وكل الفلسفات. وعادة الشعار الحسينية أكثرها، بل كلها أنا أقول ما بيها إشكال شرعي ومحبوبة شرعا، بس تعالوا اسألوا وإحنا مستعدين نجاوبك عنها بطريقة هادئة، طريقة عقلية، بنقاش هادئ، ومستعد أثبت لكم إن شاء الله في خدمتكم. بارك الله بكم سماح الشيخ، وطيب الله أنفاسكم. أنفاسكم والله، بارك بعمركم الشريف، الله يحفظكم. اليوم كنتم ضيوف عندنا جوا خيمة الإمام الحسين، سلام، اللي تشمل جميع خدام أبي عبد الله الحسين، خطباء، رواديد، شعراء، خدام الحسين، والعلماء أيضا اللي يتشرفون أنه يكونون في خدمة الإمام الحسين. أنا أتشرف إذا يقبلنا الإمام الحسين، هذا الشرف إذا يقبلنا إن شاء حقيقة الله. أنا مرات أقبل يد ورجل خدام الإمام حسين، لأنه أشوف أتشرف أنه هذولا وصلوا لمرحلة اللي يتشرفون بخدمة المحسين. مولاي، بس نقطة هاي أخيرة أقولها وإذا تحبون تفضلوا حبيبي. التوفيق لخدمة المحسين يحتاج له، يعني هو هذا التوفيق، لياقة، لياقة أحسن، مو كل واحد يتوفق. صحيح، أكو أشخاص في هذه الأيام يسافر، أكو أشخاص ينحرم من هذه الخدمة. هذا في حياته أكو شيء مسوي ذنب أو قضية، بعكس الأشخاص الذين ممكن في حياته ولكن يتوفق. أنا ذكرنا في البداية الأشخاص اللي تابوا في آخر حياتهم، بل حتى الآن أكو أشخاص يتوفقون، وهذا راح يكون في طريق هدايته. الشعائر الحسينية من أصدق المصادق التي تجلبنا إلى أهل البيت وإلى الدين، وهي توفقنا إن شاء الله إلى الطريق الصحيح، سواء من ناحية الالتزام الديني، الالتزام الأخلاقي، الالتزام الاجتماعي، والالتزام التربوي. خط الإمام حسين هو الذي يربي المجتمع، يربي أولادنا، بس إحنا بعيدين فكريا ومنهجيا عن هذا الخط، وبعض الشعائر مخضيها ظاهريا ما نتعمق بها. إذا دخلنا فيها حقيقة صدق راح تغيرنا وتخلق إنسان ملائكي لا يذنب ولا يعصي، وشوف البركات شون راح تجيك. هذا كل يريد للتوفيق، توفيق، وهو خدمة الإمام حسين سلام الله عليه. بارك الله بكم، أعتذر عن الإطالة، عفوا. طيب الله أنفاسكم، نورتونا وشرفتونا جوا خيمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. سماع الشيخ مصطفى، مع شكرا جزيلا لكم، أشكركم متاحة فرصة إلي، والله يتقبل منكم إن شاء الله، وأدعو لكم أيضا بكل كادر القناة وكل خدام الإمام حسين وكل الذين اتصلوا وكل زوار الإمام حسين إن شاء الله تحت القبة بقضاء الحوائج، وإن شاء الله قبول الزيارة إن شاء الله. شكرا سماح الشيخ، بارك الله بكم. نعم أحبائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة من برنامج خيمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أشكر سيدي ومولاي وولي نعمتي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام على هذا التوفيق، أنه جابني في كربلاء المقدسة في هذه الأيام المباركة، وخلاني أكون في خدمتكم إن شاء الله طيلة هذه الأيام المباركة. والهدف من البرنامج هو زيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين وحرم السيدة
عزيزة الحسين السيدة رقية سلام الله عليها. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري وتحيات زميلي مخرج العمل مصطفى البلوشي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.